يسعد مساكن حبايبي يا أولاد الأصول. حكايتنا اليوم عن الفارس بهلول لما كان بالغابة مشغول. طلع له مارد مترين عرض كتافه وشي 5 متار الطول. قال له المارد بصوت خشن ومهول: ما بتعرف إنه هاي الغابة غابتي؟ شبك؟ ارتبط لسانك؟ احكي أي شي وقول. مد الفارس إيده على خرجه وطالع منها علبة فول، وبكل شجاعة قال له المارد: هلا لا تعمل لي فيها وحش ومارد وغول، هات لي حمض وزيت وخلينا نفطر، معي فول الدرة مشغول على الأصول. من وقتها صار المارد رفيق بهلول ويرافقه وين ما راح على طول. هاي حكايتي حكيتها وبسركن خبيتها، النصيحة أكلة الحمص وأكلة الفول كتروا لها زيتها، وبالهنا والشفا يا صايمين رمضان كريم.